وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد، بعد التحية، 8 قرارات اتخذها السيد الرئيس لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في خطابه اليوم، كيف تقرأ أهمية هذه القرارات؟ أهلا بحضرتك دكتور محمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام. وعايزين يعني تعالى كده مع بعض نحط عنوان لهذه الرسائل وهذه الزيارة الجميلة لصعيد مصر، ونقول الرئيس الداعم المستدام للمواطن المصري. وحط تحت كلمة المستدام يعني نحط 50 خط. احنا بنشوف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة زياراته، سواء إذا كانت آخر زيارة كانت في غرب مصر في مرسى مطروح وسيدي براني، وإذا كانت في صعيد مصر أو في شمال مصر أو في المدن الجديدة، دايما بيهتم بالمواطن المصري. وهذه القرارات زي ما احنا شايفين التقرير اللي حضرتك كنت عارضينه من شوية، ان هو بيهتم بالمواطن او المواطنين اصحاب العائد الصغير، وان هؤلاء المواطنين هم اللي هيستفادوا بالبنى التحتية الموجودة. هذه القرارات طبعا احنا شفنا زيادة في الاجور المعيشة ورفع علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه بدل 500 جنيه جافة العاملين في اجهزة الجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى طبعا دخول الناس الموظفين اللي في الدرجة السادسة لتصبح 4000 جنيه بدل 3500 جنيه. كل دوت زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمات. الدولة المصرية والقيادة المصرية اللي موجودة عندنا قيادة بتعرف تواجه هذه الأزمات وحاسة بهذه الأزمات، الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الدولة المصرية. وانت أنا عايز أقول لحضرتك دكتور إن مصر يعني عملوا انفوجراف كده إن مصر من الدول الأولى المتأثرة بهذه الأزمة. صحيح. لأننا إحنا أصحاب مشروعات. ليه مصر؟ لأن إحنا دلوقتي أصحاب مشروعات في البنى التحتية، مش ما فيش دولة عربية أو دولة في العالم بتعمل بنى تحتية على التوازي في كافة المشاريع، في الصحة وفي الصناعة وفي السياحة وفي الزراعة وفي تحلية المياه ومشاريع اقتصادية قومية كبيرة زي مصر. إحنا الدولة الأولى في العالم اللي اتأثرت بهذه الحرب أو بهذه الأزمة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايماً بيقعد معانا، ودايماً في أي محفل إقليمي أو محلي بيقعد وبيوجه كلامه للمواطن المصري. يعني حتى في هذه النقطة تحديداً، عفواً المقاطعة دكتور سعيد، يعني فيما يتعلق بالأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا التي استمرت لعامين ويعني توقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم، كان السيد الرئيس واضحا فيما يتعلق بأن ذلك لم يعطل الدولة المصرية بكافة مقدراتها في المضي قدما في خطط التنمية والمشاريع القومية. طبعا بص دكتور، انا عايز اقول لحضرتك تعالى كده نفتكر في 2020 احنا معدل النمو الاقتصادي بتاعنا في مصر وصل ل 5.8%، اللي تكاد تكون الدول الشرق اسيويه زي الصين وصل معدل الاقتصاد او النمو الاقتصادي القومي بتاعها تحت الصفر. يعني شوف حضرتك لدرجه ان رئيس فرنسا مطروح في ذلك الوقت قال ان الاتحاد الاوروبي لم نستفاد به في هذه الازمه، واحنا بنفكر جديا ان احنا نخرج زي ما خرجت بريطانيا، ومصر هي التي ساعدت الاتحاد الاوروبي. تفتكر كده في 2020 مصر والمساعدات بتاعتها في الكمامات واجهزه التنفس والحاجات اللي احنا مصر في هذه الازمات، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون واضح معانا. عندنا ازمه، طب لما جت الازمه الروسيه الاوكرانيه هنستورد قمح منين؟ اقول لحضرتك على حاجه، احنا عملنا دراسات اقتصاديه، احنا كنا بنستورد القمح من اوكرانيا، عملنا دراسات اقتصاديه ان احنا ممكن نستورد القمح من 13 دوله استبدالا بدلا من اوكرانيا، وبدانا ان احنا نستورد القمح، واعتقد ان احنا ما عندناش ازمه كبيره قوي او احنا شاعرين بهذا الموضوع. تعالى كمان دكتور محمد بص على ملف السياسه الخارجيه بتاعتنا في العالم. بص حضرتك لما احنا يعني ندعو من قمم مجموعه الجي 20 وفي الهند، ولما الهند في بدايه عام 2023 تدعو السياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هي تكون في الاحتفالات بتاعه رئاسه دوله الهند او الاحتفال بالجمهوريه الهنديه، كل هذا ايضا اعتقد ان يعني بيدي ثقه ان مصر في مواجهه هذه الازمات قويه شديده. وعايز اعلق على كلمه قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، بيقول لك ان المواطن المصري هو بطل روايتنا الوطنيه. صحيح. الله، يعني شوف حضرتك الكلمه بطل في الحرب
وبطل في المقاومه وبطل ايام مقاومه العدوان الانجليز وبورسعيد ومقاومه الانجليز، وايضا هو بطل روايتنا وما زال المواطن المصري هو بطل هذه الروايه في هذه الازمات. هو اللي بيتحمل وهو اللي بيدعم قرارات سياده الرئيس. النهارده احنا بنشهد حاجه جميله جدا في صعيد مصر وبني سويف وصعيد جديد يليق بالجمهوريه الجديده. صحيح. يعني حضرتك احنا قاعدين نتكلم على جمهوريه جديده والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينسى غرب مصر شمال مصر، لا ينسى سيناء ومحارباتنا للارهاب في 2018 يا دكتور، وازاي عملنا بنى تحتيه. هذه البنى التحتيه يعني انا عايز اقول لحضرتك والساده المشاهدين، البنى التحتيه دي بتعمل جذب للمستثمر الاجنبي، والسيد الرئيس النهارده اتكلم عن ازاي نعمل استقرار داخلي، ومن صحيح. ضمن الكلام او من ضمن يعني زي ما بنقول ايه الكلمات اللي بتجذب او الحاجات اللي بتجذب المستثمر الاجنبي كلمه الاستقرار الامني والاقتصاد. حتى في هذه النقطه يعني السيد الرئيس كان واضحا واشار الى انه يعني وتيره الصراعات بتزداد حدتها في دول الجوار، لكن كل أجهزة الدولة بكافة المقدرات الخاصة بها تعمل وتقدم جهودا حثيثة للحفاظ على الأمن الداخلي. يعني الإشارة هنا أنه لا تنمية دون أمن ولا تنمية دون استقرار للداخل. أشكرك يا فندم. هو دايما سيادة الرئيس حضرتك في أي محفل يقول لك أنا الاستقرار بتاع الدولة هو اللي هيجذب أو هنعمل عملية جذب المستثمر. طب كمان أضف إلى ذلك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول لنا إن مش الاستقرار الداخلي بس المصري ولكن استقرار دول الجوار. صحيح. أنا يهمني أمن واستقرار السودان. أنا يهمني أمن واستقرار ليبيا، وياما عملنا مؤتمرات إن المرتزقة يخرجوا من ليبيا، وحاليا إحنا بنشوف الأزمة السودانية بيحصل لها انفراط، بيحصل لها تطور. إحنا دلوقتي في زيارات وفي تبادل وفي طيران وحركة دلوقتي، يعني أعتقد بعد النجاح الكبير لمؤتمر دول الجوار اللي عملته القاهره بقياده السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد ان في شويه هيكون في انفراجه في الازمه السودانيه. اعتقد ان الاستقرار دول الجوار والاستقرار الداخلي هو اللي هيعمل جذب للمستثمر الاجنبي، وده اللي بيتعمل ليه بنى تحتيه. يعني انا يعني سياده الرئيس هنا يا دكتور بيشتغل في شقين، عمل بنى تحتيه لجذب المستثمر الاجنبي واستقرار اقتصادي واستقرار امني داخل مصر وداخل او في الدول الجوار الموجوده. صحيح. حوالينا احنا المتامل الدوله المصريه يعني لو جينا اتكلمنا على حاصل في بني سويف 144 مليار جنيه استثمار في البنى التحتيه. طب هو انا لما استثمر في البنى التحتيه ده معناه ايه؟ حجز بالمستثمر. صحيح. هيجي ويعمل عندي مشاريع، ولما طب لما يجي يعمل عندي مشاريع اللي هيحصل؟ البطاله ونسبه البطاله هتقل. الناس اللي كانت بني سويف دي طارده او محافظه طارده للسكان والناس اللي فيها او عدد السكان اللي فيها بيهاجر الى القاهره علشان يبحث عن العمل، واصبحت منطقه جذب للمستثمرين وجذب للعمل بالنسبه لابناء بني سويف. اذا احنا هنا فعلا بنعمل مدن وبنعمل مشروعات تليق بالجمهوريه الجديده. صحيح. لما اتكلم عن الجمهوريه الجديده يا دكتور اقول الجمهوريه الجديده بثقل، ان انا فعلا بعمل مشاريع، بعمل كره تحتيه، واحنا كما تابعنا حتى في التقارير الان منذ قليل وجه الصعيد يتغير تماما، يعني نتحدث عن نهضه تعليميه، جامعات جديده بتضاف، جامعه بني سويف الجديده، بنى تحتيه، شبكه من الطرق والمواصلات في الصعيد لم يكن المواطن المصري يعني يستطيع ان يصل اليها في عهود سابقه للاسف همش كثيرا الصعيد المصري. انا عايز ارجع مع حضرتك يعني لو تكرمت للقرارات الثمانيه المتامل لهذه القرارات، هي قرارات تشمل جوانب طبعا اقتصاديه لكن تشمل فئات متنوعه، نتحدث عن العاملين بالجهاز الاداري للدوله، اصحاب المعاشات، وايضا صغار المزارعين. في قرار مهم جدا فيما يتعلق باطلاق مبادره من قبل البنك الزراعه المصري او بنك الزراعة المصري لتخفيف الأعباء على المتعثرين من صغار الفلاحين وصغار المزارعين، مبادرة أعتقد أنها في غاية الأهمية. طبعا دكتور دي حاجه مهمه جدا، وانا عايز اقول لحضرتك ان هذه المبادره ليست يعني وليده اليوم او يعني من عشيه وضحاها لقينا هذه المبادره. صحيح. ولكن هذه المبادره منذ كوفيد 19 ومنذ ازمه كورونا لما شفنا برضو مبادرات للناس اللي شغاله في السياحه،
كمان من ضمن هذه المبادرات اللي طلعت كانت هذه المبادره لتخفيف الاعباء على المزارعين، وان احنا نبدا ان احنا نمدهم بالسماد اللازم للزراعه واستصلاح الاراضي والابدنه الموجوده في هذه المنطقه، وان احنا نعمل هذه المبادره لتخفيف هذا الوضع. وطبعا انا عايز اقول لحضرتك ان يعني نسبه كبيره من الاراضي الموجوده في بني سويف تحتاج الى هذه المبادرات، واعتقد ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا بندعم هذه المبادره، واللي اعتقد ان هو هيستفاد منها كثير من الفلاحين الموجودين في بني سويف والاراضي الزراعيه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا ايادي وعماله مهره جدا جدا في بني سويف، يعني صحيح. هذه هؤلاء العماله وهؤلاء الناس اللي بتجمل هذه المدينه بالاراضي الزراعيه الجميله، اعتقد ان هم محتاجين لهذه المبادره. هذه المبادره سوف تزيد من اجمالي المحاصيل اللي موجوده عندها، وبالتالي هتزود من التصدير. ارجع تاني بص حضرتك، هذه المبادره هتدخلنا ان احنا نكون اقوياء جدا في تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعيه بتاعتنا للتجمع الخاص ببريكس في يناير 2024. اعتقد انها كلها يا دكتور منظومه بتكمل بعض. احنا بنعمل المبادرات وبنقلل من هذا التعثر بالنسبه للفلاحين الموجودين علشان استثمر في الاراضي الزراعيه الموجوده، وبالتالي هقلل من حده الضرائب الموجوده، هوفر لهم السماد الصالح لهذه الزراعه، وبالتالي يزداد المنتجات الخاصه بهم، وبالتالي اقدر ان انا اواجه هذه التجمعات وهذه المجموعات الدوليه اللي انا مشترك فيها. صحيح. واعتقد كمان من ضمن هذه القرارات ما تنساش حضرتك الخبر اللي هيفرح الناس، زياده ايضا المعاشات نسبه 15% لاصحاب المعاشات باجمالي حوالي تقريبا خمس يعني 5 مليون اسره موجوده. وطبعا حد الاعفاء الضريبي بالنسبه للموظفين كمان المنحه الاستثنائيه، يعني مضاعفه المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات، بنتكلم من 600 جنيه بدل 300 جنيه، فده طبعا خبر بيدخل طبعا السرور على قلوب كل اصحاب المعاشات. عايز اسال حضرتك يعني اذا وضعنا عنوان المصارحه والمكاشفه لخطاب الرئيس اليوم بعين استاذ العلوم السياسيه وعين المتخصص، أهمية هذه القيمة، لأنه الرئيس قال بمنتهى الصراحة أنا ما بخبيش حاجة على المصريين، قال كده يعني بشكل صريح جدا. أهمية هذه القيمة السياسية، قيمة المصارحة والمكاشفة أمام الشعب، وترسيخ هذه القيمة لأنه الرهان على وعي المواطن حينما يتحدث القائد والرئيس بشكل فيه مصارحة بكل التفاصيل. بص يا دكتور محمد، احنا عمرنا والساده المشاهدين يعني تعالوا كده نراجع كده العصور اللي قبل كده، اعتقد ان احنا ما شفناش اي قياده سياسيه مشاكل. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعتمد على كده حاجه احنا كده دايما زي النعامه تدفن راسك في الرمل لما تحس باي خطر، لا الفتاح السيسي بيواجهنا بالمشاكل. صحيح. حضرتك شوف كل مؤتمرات الشباب دايما بيدخل، مش بس مؤتمرات الشباب بس ان هو بيتكلم في النواحي الشبابيه واللي تخص والكلام ده، لا خالص. لا، موضوع تماما لمصلحه المواطن، وبيبقى ايه القنوات اللي بتواجهنا. كمان تعالى شوف حضرتك الندوات الخاصه بالقوات المسلحه ايضا بيقلب ويدخل في المواطن المصري. احنا عمرنا ما شفنا كمان يا دكتور تغيير الخطاب عيد العمال 1 مايو. صحيح. حضرتك كان دايما خطاب عيد العمال قبل يعني في القضيه كان يقول لك ايه المنحه يا ريس. الكلمه الشهيره جدا المنحه يا ريس. طبعا ده كان على طول، ولكن دلوقتي تعالى شوف الخطاب اتغير تماما يا فندم. الخطاب اتغير، الخطاب دلوقتي بيتكلم عن تاهيل كوادر بشريه، ازاي ان انا ااهل العمال اللي موجودين في المصانع اللي موجوده عندي. مصارحه سيادة الرئيس في الخطاب عيد العمال بيصرحنا، بيقول لنا احنا مدينا وعملنا مصانع ذات تكنولوجيا عاليه زي مصانع مصانع مدينه الدواء، مدينه الغذاء، المدن الجديده، محطات تحليه المياه، لكن احنا ما عندناش الخبره الكافيه ان تدير هذا الموضوع، لابد ان احنا ندرب العماله. وكان بيواجهنا، انا يعني لو حطينا عنوان يا دكتور هنقول ايه؟ دي المصارحه المستدامه. نرجع تاني لكلمه المستدامه، ان اي ما انا بشوف سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لنا هنا في ازمه والحلول بتاعتنا هنعمل 1 2 3، وبيقدم شكر للمواطن مقدم ان هذا المواطن بيتحمل. صحيح. هذه الاعباء الاقتصاديه. على فكره احنا بنتحمل هذه الاعباء فرحانين، البلد بتتطور يا دكتور. هل احنا البلد يعني من 8 سنين زي ده احنا دلوقتي احنا بنشوف منظومه طرق وكباري عاليه، بنشوف
مين وبنشوف علاوات اهي بتواجه، بنشوف معارك دور. يعني احنا تياتر عبد الفتاح السيسي بيشتغل في شق، شق ان بيزود زي ما حضرتك قلت علاوه غلاء المعيشه من 600 جنيه. ايوه تمام. عندنا طبعا الوظائف وكمان وعندنا المعارض اللي موجوده في كل انحاء الجمهوريه. شوف حضرتك احنا دلوقتي في موسم دخول المدارس، وشوف المعارض في بورسعيد، في اسكندريه، في القاهره، في المعارض فعلا لو دخلتها هتلاقي اسعار. طب اهو يعني احنا بنعمل كافه المواضيع. وكمان خلي بال حضرتك يا دكتور، احنا عايزين نقول كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جديده جدا بالرقابه على ضبط الاسعار الموجوده في هذه المعارض. يعني ما يحصلش غش والكلام ده. فانا اعتقد ان لو وضعنا عنوان هنقول الرئيس والمستدام للمشاركه والشفافيه بتاعتنا. احنا ما شفناش حد في العالم العربي، لاحظ كده يا دكتور، العالم العربي ان رئيس دوله بيطلع بيتكلم بوضوح مع المواطن المصري حتى باسلوب صحيح. طب هنا على الناحيه الاخرى دور المواطن، يعني الرهان دائما على وعي المواطن المصري بالتقاط مثل هذه الرسائل، واعتقد انه الرئيس قال بشكل مباشر يعني انا اشيد بصبر المواطن وانا معه وانا عالم بكافه الظروف الاقتصاديه واقدر جدا المعاناه التي بتعيشها الاسره المصريه. الدور المطلوب من المواطن المصري في هذه اللحظه الاقتصاديه، اعتقد دكتور ان المواطن المصري بدا خلاص، بدانا ان احنا نفهم. بدا لما حضرتك يسافر، يعني مثلا زي ما انت حضرتك اشرت دلوقتي المشاريع القوميه اللي موجوده في بني سويف، في عندنا مستشفى بني سويف التخصصيه المرحله الاولى والمرحله الثانيه وتطويرها في بني سويف وبني سويف الجديده. اعتقد المواطن دلوقتي لما يكون قاعد قدامه هذه الخدمات، تخيل هيحس فعلا ان في جمهوريه جديده، هيحس ان في ان التقدم والمشاريع القوميه اللي بتحصل ديت هذه في مصلحته. وارجع تاني للكلمه اللي قالها السيد الرئيس النهارده، هو بطل روايتنا الوطنيه. صحيح. الوطنيه. المواطن هو بطل روايتنا الوطنيه. بالظبط. هذا البطل يا دكتور اعتقد ان الاعلام كمان لابد ان هو يسلط الضوء كتير قوي على هذه المشاريع القوميه. الاعلام لازم كمان يكون في ماكينه اعلاميه قويه جدا دكتور محمد، تنزل المواطن المصري في الشارع. صحيح. المواطن الذي لا يقرا ولا يكتب، اللي ما يعرفش يعني ايه كمبيوتر، ما يعرفش يقعد على النت يشوف الاخبار، ما عندوش ممكن يعني درايه سياسيه ان هو يتفرج على نشره اخبار او كده. ينزل للمواطن في الشارع ونعمل يعني نعمل تثقيف وتوعيه للمواطن. واعتقد ان ده ظهر شويه في مشروع حياه كريمه، ان لما الناس بتشوف الناس او المختصين بمشروع حياه كريمه بتبدا تيجي تسال وبتشوف انتوا بتعملوا ايه، وبيبداوا يشرحوا لهم الموضوع ده. المواطن يحتاج الى تثقيف، والتثقيف يحتاج الى ماكينه اعلاميه قويه لتثقيف المواطن المصري الموجود في الشارع، اللي هو ننزل ونقول له ده حاصل كذا وكذا وكذا، وان انت ممكن تستفاد من هذه، زي مثلا منظومه التامين الشامل والمنظومه الصحيه اللي حاصله في بورسعيد. اعتقد ان كل الناس اللي في بورسعيد دلوقتي عارفه، لان خلاص بقى في وعي وموجود. صحيح. الناس عرفت وانتشر هذا الوعي وعرفوا ان في منظومه تامين صحي شامل موجوده في هذا، كل ما حد بيحصل له اي مشكله بيجري على هذه المنظومه. صحيح. اعتقد وهو حقيقه يعني ما كانت تتحقق هذه الانجازات لولا جهود المصريين، كما يشير السيد الرئيس دائما في كافه خطاباته ان ما يحدث من تنميه في مصر هي بجهود ابناء مصر المخلصين، وهم أبطال الرواية الوطنية المصرية. المواطن هو البطل الرواية الوطنية كما ذكر اليوم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، على هذه المداخلة.